السلام عليكم حبيباتي، كديرين؟ لبس عليكم، تمناكم تكونوا بخير، أموركم كلها على خير إن شاء الله، دائما ناشطين فرحانين سعداء. الابتسامة يا ربي آمين ما تفرقش وجوهكم. شكرا لكم بزاف أخواتي على تعليقاتكم الطيبة اللي دائما كتخليوا لي. الله يكبر بكم، وما يمكنش لي نبدأ أي فيديو بلا ما نشكركم. الله يجعل دعواتكم في ميزان حسناتكم وربي يتقبلها منكم، لأنه والله حتى كتفرحوني. مرحبا والف مرحبا بالمشتركين جداد اخلاص القدام. نتوما راكم مالين الدار يعني بلا ما نعرض عليكم. اليوم كاينه واحد الحفيله عند اختي وصديقتي عالم زكيه، وراه ديجا درت معاها فيديو وديجا دائما كنذكرها ليكم. مشينا لكازا باش نحتفلوا معاها ونفرحوا معاها، لانها فعلا كتستحق البنات، انسانه طيبه بشوشه، وداكشي اللي كتشوفوه هو اللي كاين اولى اكثر في المباشر. مشيت وانا فرحانه وكبرت بينا واستقبلتنا احسن استقبال. الله يعطيها الخير وربي يخلي ليها الوالده، وان شاء الله نشوفوها في اعلى المراتب، لان والله حتى انسانه طيبه وخلوقه، وتلاقيت مع بزاف اليوتيوبرز اللي حتى هما غزالين وفنين، تعرفوا عليهم معايا في اخر الفيديو. قبل غادي نحضر معكم البنات واحد البسيطلات اللي كتحماق عليهم زكيه، وقت ما شفتهم عندي قالت لي تشهيت هذوك البسيطلات من يدياتك وحتى لاخر لحظه يعني حتى الليل، وقلت علاش لا ما نديرهم ليها. هكا نعطيهم ليها تتسالي الحفله وتاكلهم على خاطرها، بما انها قالت لي تشهيتهم شحال هذه تفكرتها وقلت نديرهم ليها علاش لا. فهاد البسيطلات البنات كيحمقوا، ديجا درتهم معكم في رمضان، واللي جربهم كيدعي معايا. غنحتاجو البنات كميه ديال الدجاج كتبقى على حسب الكميه ديال البسيطلات اللي غديرو. انا تقريبا درت تما واحد جوج فخيضات ديال الدجاج كاملين وواحد شويه ديال السدر. خليته البنات بالجلده ديالو، غير هو مغسول مزيان يعني غسلوه مزيان بالحامض. زدت عليه نص كاس ديال عصير البرتقال الطازج، يعني عصير ديال الليمون نص كاس ماشي الحامض، الليمون. بالنسبه للتوابل غنحتاج شويه ديال البزار الكحل، وشويه ديال البزار الابيض، شويه ديال الكركم اولا الخرقوم تقريبا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال بهارات راس الحانوت، ونص معلقه صغيره ديال سكينجبير، وشويه ديال الضامه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال السمن، مع شويه الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، وعندي حبيبات ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال السكر. هادو هما التوابل اللي كنحتاجو. وغادي نحتاج تقريبا واحد معلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله. هاد العطريه كتعطي واحد النكهه مميزه الا كانت متوفره عندكم، ما كانتش ممكن تكتفيو بالتوابل اللي سبق ليا وذكرت ليكم. فداك نص كاس ديال عصير ديال الليمون راني ضفتو على الدجاج، غادي نضيف التوابل اللي سبق ليا وذكرت ليكم، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله ديال الدجاج، وكنحاول نشرمل هاد الدجاج غير في داك الليمون وفي ديك العطريه اللي سبق ليا وذكرت ليكم، ما كنضيفو لا زيت لا ما. غتشرمل الدجاج مزيان وغادي نغطي عليه تقريبا واحد 3 ديال السوايع، يعني هو باش ما بقى في هاد الشرموله مده طويله، باش ما كيجي بنين وكيجي فتي وكيجي غزال. انا غنخليه تقريبا غير 3 السوايع، غنغطي عليه واحد البلاستيك ونحطه في الثلاجه. ففعلا البنات خاصكم تجربوهم لان كيجيو بنان. وعلى فكره هاد البسطيله اللي غنديرو بلا بيض، يعني ما فيهاش البيض. فمن بعد ما خليته 3 السوايع يعني رقاد ليا مزيان، خديت هنا واحد الطنجره فوق البوطه، درت تقريبا نص كاس خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، ودائما زيت الزيتون هي اللي كتكون كثيره. خديت هنايا تقريبا واحد 4 ديال البصيلات البيضه، من الاحسن تكون البصله البيضه باش ما تجيناش الضاميره كحله. اللي خديتهم وطحنتهم هكا في لاله الحادقه باش كطحن ليا وما كطلقش الماء، وكيجيو المربعات ديالها صغيره. غادي نحرك هكا هذيك زيت الزيتون مع داك مع ديك البصله، وكنزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس مربطين يعني ما تقطعوهمش باش ما يكحلوش لينا الضغميره، واحد العود ديال القرفه، وغادي نضيفو هذوك الطريفات ديال الدجاج وديك المرق اللي كيطلق لينا الدجاج يعني داك الليمون. غادي نزيد واحد شويه ديال القرفه هكا مطحونه من بعد، وغادي نضيفها. غادي نحاول نقلي الدجاج في هاد البصيله. الحاجه المميزه في الدجاج انه كيطيب بلا ما، يعني غنطيبوه في المرقه اللي غادي تطلق لينا البصله. وهنايا عندي كميه ديال اللوز تقريبا واحد نص رابعه اللي غادي نقليه في زيت بارد. بطبيعه الحال اللوز سلقته وفسخته ونشفته عاد كنقليوه. هنايا كنسد على الطنجره ومره مره كنقلي الدجاج حتى كتطلق لينا البصله الماء الكافي. الا ما طلقاتش لكم البصله الماء ضروري ما تضيفوا شويه الماء. المهم انا طيبت هذا الدجاج هذا على نار هادئه باش يطيب ليا في هذاك الماء ديال البصله باش يجي المذاق ديالها زوين. وهنايا راني ضفت شويه ديال القرفه هكا مطحونه باش تعطينا مذاق زوين.
صافي غادي نحرك الدجاج مره وغادي نخليوه يطيب على خاطرو في هذيك المريقه اللي كتطلق البصله باش كيعطينا مذاق زوين. الا ضفنا الماء الصراحه كتجي ناقصه. هانتوما شوفوا شحال ديال الماء تبارك الله طلقات، يعني مره كنحركو باش ما كيلصقش. ومن الاحسن الا كنتو غطيبوه بلا ماء ديروا نار هادئه. من بعد ما كيطيب لينا الدجاج شوفوا معايا ديك البصله كتعسل. دابا غادي نحيد هكايا الدجاج من هذاك المرق وغادي نخليه ينشف ليا، يعني تبقى ديك البصله ديك البصيله واقفه. وغادي نحيد داك العود القرفه وداك داك الربيع اللي هكا كيكون مفتت ليا شويه. صافي وغادي ندوز نقطع الدجاج، يعني نقطعو طريفات صغار ونخلي هذيك البصيله توقف. هنايا كيف كتشوفوا معايا راني ناقصه البوطه حتى الاخر، يعني قتلاها باش هذيك البصله ما كتحرقش ليا. وكيف كتشوفوا الدجاج راني فرتته وحيدت منه العظومه بطبيعه الحال. هنايا كنرجعوا لهذيك البصله كنلقاو ديك الزيت هي اللي بقات واقفه، يعني ما بقى لا ما لا حتى شي حاجه. غادي نضيفوا معلقه ونص ديال السكر حبيبات او السكر سنيده مع معلقه صغيره ديال الزبده ونص معلقه ديال القرفه، على حسب اللي تيبغي لوكو ديال القرفه كتير ممكن يدير حتى معلقه صغيره. غادي نخلط مزيان وغادي نخلي هذيك الزبده تذوب وتبخر باش ما يبقاش الماء نهائيا، لان هاد كيف قلت لكم هاد البسيطلات ما غاديش نديرو فيهم البيض، فهداك الدجاج غادي نردوه لهاد البصيله هادي غادي نشحروه فيها وما غاديش نسقطرها الصراحه من ديك الزويته، لان هذيك الزويته هي السر اللي كتعطي واحد البنه رائعه للبسطيلات وما كيجيش الدجاج ناشف وكيجي هائل، يعني كيعلك لينا حتى داك اللوز. صافي هنايا من بعد ما ضفت داك الدجاج اللي فرتت غادي نبقى نحركو تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق حتى كيشرب لينا هذيك البصيله وديك الزويته كتبقى قليله. هانتوما شوفوا معايا في هذه المرحله صافي غادي نطفي البوطه وغادي نخلي هاد الحشوه هذه حتى كتبرد. هنايا بالنسبه للوز عندي اللوز اللي ديجا قليته كنزيد عليه نص معلقه كبيره ديال القرفه وواحد صاشي ديال زهره البرتقال مع معلقه كبيره ديال نسلي كراميل ومعلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره فقط، انا ما كنبغيش البسيطلات يجيو حلوين بزاف. صافي غادي نحرك هاد اللوز مع معلقه كبيره ديال نسلي كراميل وديك صاشي ديال زهره البرتقال والقرفه. صافي ها هو واجد، وممكن بطبيعه الحال ديروا الكاوكاو كيف ما حضرتهم معكم في رمضان، راني درت غير الكاوكاو. هنايا عندي الورقه ديال البسطيله الكبيره تقريبا غتحتاجوا غير نص كيلو على حسب البسيطلات اللي غديروا قداش. انا تبارك الله راه طيبت منهم نيت للعشاء والبقيه خليتها حتى الغد ليه وطيبتها وديتها معايا. ملي كتقسموا الورقه ديال البسطيله على جوج كتعاودوا تقسموها هكا على جوج، يعني تقريبا على 4. هذاك النص انا الصراحه احتفظت به لان درت به واحد البريوات اخرين. صافي كنحاول هكا نحل الوريقات. غادي نحتاج هي الحشوه ديالي كيف كتشوفوا كتجي معلكه وكتجي بنينه يا البنات، عرفتي بداك الليمون كتجي كتحمق. وممكن تضيفوا حتى واحد الحكه ديال القشور ديال الليمون على هذا اللوز، هذا كتعطي واحد المذاق زوين على حسب الرغبه ديالكم. عندي هنايا واحد هذا المول هذا ديال لي طارتوليت، مول الاحسن يكون شي مول اللي يكون مقاد، يعني ما يكونش هكايا دوك الجناب ديالو هكا مكمشين. هانتوما البسيطلات راني بديت ديجا دائما كنسبقكم. كناخذ هاد نص الربع ديال الورقه ودائما الجهه الحرشه كتكون الفوق والجهه الرطبه كتكون لتحت، كنديرو على داك المول ديال الطارتوليت وكناخذ هكايا وحده كنبقى نقسم منها شويه باش كنعمر الوسط باش ما كتجينيش شفافه، وملي كندخلها للفران دغيا كتحرق لينا من الفوق. فكتاخذوه شويه كتقطعوا منها شويه وكديروا هكايا في القاع ديال ديك الورقه وكديروا هكايا شويه اللوز، يا اما ديروا اللوز الفوق الاول ولا ديروا التغميره تاع الدجاج. انا كندير اللوز عاد كندير هكايا الدجاج اللي معسل مع ديك البصيله. صافي وكنعاود ندير شويه اللوز من الفوق وكنسد عليها. غادي نحتاجو واحد الاصفر ديال البيض اللي كيكون مخفوق، لان غادي باش يعني نسدو عليهم هكا وباش ما يتحلوش، لان غيكونوا صغيورين وكيجيو حليلوين هكا في المنظر ديالهم. صافي غادي نبدا نجمع بهذه الطريقه هذه وندهن بشويه ديال اصفر البيض او لا بالزبده او لا اللي بغيتو. انا هنا ما استعملتش الزبده ما كانتش عندي، داكشي علاش درت اصفر البيض بهذه الطريقه هذه، يعني طريقه سهله وعمليه وما كتاخذش منا الوقت بزاف وكيجيو حليلوين هكا حتى في الشوفه ديالهم.
الا كان عندكم هكايا شي هذا ديال لي طارطوليت ما يكونوش الجناب ديالو هكايا فيهم دوك الحفيرات، من الاحسن باش كيجيو مقادين، وحتى هكا كيجي المنظر ديالهم زوين. هانتوما ندير معكم واحده اخرى دغيا، يعني كناخذوا الربع ديال الورقه وكنحطوه بهذه الطريقه هذه. نتمنى الصوره تكون كتوضح لكم اكثر من كلامي، ومازال غنحضرهم معكم مره اخرى بالتفصيل الممل. وكنقطعوا من واحد الورقه شويه وكنحطوه في الوسط، كنحطوها في الوسط وكنديروا شويه تاع اللوز وكنديروا شويه ديال الدجاج وشويه اللوز عاوتاني من الفوق صافي. وكنبداو نسدوها بهذه الطريقه هذه، يعني كندهنوا بشويه ديال الاصفر البيض وكنبقاو نسدوها صافي. انا غادي نحتفظ بهم نص كميه، غادي نطيبها واخا ما صورتش معكم الصراحه الشكل النهائي، ما عرفتش نسيت حتى كلي عاد تفكرت. المهم زكيه راه غتقول لكم كيفاش جاوها. صافي غادي نكمل وغادي نديرهم في واحد البلاطو الكميه اللي غادي ندي لزكيه والكميه باش غنتعشى وطيبتها، وغادي ندخلهم للمجمد بطبيعه الحال من بعد ما نغطيهم بالبلاستيك غذائي حتى الغدا ان شاء الله، وندهنهم دائما بالاصفر ديال البيض وبالزبده اللي كتكون دايبه باش كتعطينا اللون وكتعطينا القرمشه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم لان فعلا كيستحقوا تجربه، وساهلين وما كيحتاجوش يعني هكا البيض. بالنسبه للناس اللي ما تيبغاوش البيض، ديجا حضرت معكم الصراحه شي ثلاثه الانواع ديال البسطيله هكا حلوه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا لما تحرم شيئا. وهنايا البنات الغد ليه في الصباح شدينا الطريق انا وامينه صاحبتي من قناه عائله الشارود، عيو معها البنات بالفكاكه بخير دان رجلها، وخدرنا بروغرام كانت تمشي معنا صاحبتي ناديه ولكن وقع عليها مشكل صافي ودانا رجلها الله يسهل عليه والله عتق الموقف. كنا ما غنمشيوش ولكن الحمد لله لان زكيه غاليه وبلاصتها بوحدها الصراحه قلنا والو غنمشيو ولي ليها ليها. لقينا الحادقه مواجده لينا الغدا الله يكبر بهم عرفتي، والبنات الناس ديال الجود والكرم وحق الله الا فرحت بزاف. انا اصلا زكيه كنهضر معاها يوميا واختي ماشي صاحبتي، ملي عرفتها دابا شخصيا وجلست معاها وشفت الوالده ديالها عرفتي، بعدا ملي دخلنا حنا راه حسبنا راسنا مالين الدار. واحد الدجاجه البنات داروه لينا الغدا ما شاء الله نقدر نقول لكم احسن من ديال العراسات بألف مره، لان طيبته اول حاجه ماماها وجلديد والله الا جابني طحنا فيه عاميين كل شيء ما شاء الله البنات عجبهم. كلينا مع جينا من الطريق راكم عارفين انا بقيت كنبقى في عينيا هنايا هنايا البنات واحد اللقطه كنقول لكم ديروا جيم ما ديروش ديسلايك، ديرو جيم ديسلايك لا. وابي وحكيمه كتقول ليها بلاتي تنقرصك بلاتي. كلينا ما شاء الله شبعنا الله يجعل البركه، والديسير عاد البوفي يعني اش نقول لكم اي كلمه نقدر نقولها والله العظيم الا ما نوفيهاش حقها. وبطبيعه الحال البوفي اللي بعد اللي اش نقول لكم بدعات فيه زكيه ما شاء الله البنات، راه داكشي اللي كتشوفوا في القناه اللذة ما شاء الله كاينه حنا اللي ذقنا والله البنات الا داكشي اللي كتحضر ما شاء الله اللذة والبساطه والمكونات سهلين شهيوتها غزالين. وبطبيعه الحال كاينين بعض الوصفات اللي حضروهم البنات اللي كانوا حاضرين، غادي نخلي لكم البنات القنوات ديالهم كاملين، نتمنى من كل قلبي تمشيو هكا تزوروهم الى عجبتكم شي قناه صراحة كيستهلوا كل الخير. ملي تلاقينا وجلسنا وتجمعنا فرحت بزاف ملي تلاقيت بهم كاملين، لأن كلهم طيبات وكلهم غزالات وكلهم فنات. وزكية هذه هي الحلوة اللي صوبت لي هذيك الأخت زينب بينيز شانيل غزالة البنات، هذه الحلوة هذه فنة 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 يعني الديكور ها هو والمذاق حتى هو رائع صراحة. وهاد لي فيغين هادو اللي صوبت غزالين كيحمقوا
الشوكولات معمر اللي دارت معاكم كل شي بنين، وهاد الكيكات هادو صوبتهم صاحبتي أمينة من قناة عائلة الشارو، ميني شاورما، الكنافة اللي صوبت حكيمة من قناة حكيمة أم سيف غزالة كتحمق، والبيتزات اللي دارت حنان أم البنات بالصلصة البيضاء والخرين بلا صوص طوماط غزالين، والسوشي المغربي بالكريب دارتو زكية. نتمنى ان شاء الله تزوروا القنوات ديالهم. كاينين بعض البنات صراحة ما عقلتش على سميتهم دابا، ولكن غنخليهم البنات في صندوق الوصف، علاش لا تزوروهم الى عجبتكم شي قناة وتقدروا تستفدوا منها. كاع القنوات الصراحة اللي كانوا حاضرين كلهم مفيدين وما كيقدموا غير الافاده. الله يسهل عليهم يا ربي، وييسر لهم الامور، وييسر لكم حتى نتوما الامور. واي وحده كتمنى ان شاء الله 100,000 العقبه المليون، حنا نبغيو ليها كل الخير. حنا غير الا كانت شي حفله عرضوا علينا ومرحبا، حنا نجيو. والله زكيه كانت الفرحه ديالها خاصه. وهنايا ما ننساش هاد الغزاله هادي، قناه ناديه من قناه عالمي البسيط مع ناديه. الصراحه حيت الصوت لان كان صداع ونخافكم تبرزطوا. البنات سيروا زوروا هاد الاخت، والله البنات الا حلوه وغزاله وقناتها فنه وكتستحق كل تشجيع. والله عجباتني ومسكينه حامله، الله يفك وحيلها بخير. سميت قناتها عالمي البسيط مع ناديه، غزاله غزاله والله البنات فنه، عجباتني بزاف. الله يسهل عليها يا ربي في قناتها، وان شاء الله يفك وحيلها بخير وعلى خير. والبنات كاملين صراحه جمعنا وضحكنا ونشطنا واللي ليها ليها، الله يبعد. وماشي غير في القصه ديال الفرح، دائما كيسولوا فيا سوا ناديه او البنات كاملين، وحسنا حتى هي اللي جات من سنين. انا معروفه بزاف. حسنا مسكينه، حسنا راه انا ما كنجيش عند اي واحد، ولكن حيت زكيه عزيزه عليا بزاف، اختي ماشي صاحبتي والله. حسنا حتى عزيزه وغاليه والله العظيم. حسنا معروفه قلب لك، وقبل ما ندير انا صغيره كنت متابعه بلا اخبار. شوفي احنا بيناتنا واحد العلاقه ابار اليوتيوب، الصداقه ديال الصح. باش نجي للمحمديه يعني معزتها ابار، حتى ما كنديرش معاها الفيديوهات، ولكن علاقتنا الحمد لله انسان كيسول على راسي وكاينه. الله يفك وحيد على خير، دعوا معاها البنات كاملين. امينه من صراحه هي قناه عائله الشارو، عائله الشارو خان، مرة سمية على الشارو خان كتلف ليا عائله الشارو خان. حتى هي مسكينه كبرت بيا وجات، مرحبا بك امينه. الله يفك وحيد على خير ان شاء الله، ان شاء الله نحضروا السابع والسبوع ان شاء الله. مرحبا، الله يفك روحك يا ربي ان شاء الله. وحكيمه خلاص رشتهم معروف عليك حكيمة، راه من الصباح وهي معايا رشا ان شاء الله الفيديو. البنات هي كوثر الغزاله، الله ينورك كتصبغ فيا فهمتي. كولورادو كولورادو كاينه، كتصبغ ولا شي كتصبغني؟ صبغتي لي كوكينه، صبغتك بطرد بالي فهمتي. مرحبا بك كوثر ديالي. عرفتي البنات انا نكون حق اقسم بالله العظيم، ماشي حيت هي كاينه معايا رجع بغات نقول كلمه حق في هذه السيده هذه. الله يخطيك والله تي غنقول كلمه حق، والله ما كاين لا ضحك لا والو، دابا حيت المعقول دابا جا. يلاه سير ناري ناري، خلعتيني ما عرفتش تقولي. اقسم بالله يعني صاحبه خير كتبغي الخير من القلب ديالها، ولا كيبغي الخير للناس لواحد اخر، والله حتى كيوصل. اكيد السيده غتوصل للمليون، وهي يقولوا قالت لك واش على قلبي على الثاني. انا معروفه هاد العائله مع بعض كل شيء. خلا ماما قالت لي حلمت براسي، حلمت الليل كامل نقول راسك يا رب يا بنتي راسك يا رجع ارزقي. ورجعتي ولا مازال؟ ايوا دابا داكشي اللي قالت لي دابا انا توصلي للمليون عندي احساس يعني ما كاين والو. لا توزعي المليون ونقول لك رجعي لي مليوني. لا والله انت كتبغي الخير وحق الله. زوينه والله الا، وانا عاد غادي بكاد وعرضات عليا مسكينه الافتتاح وعيطت عليا ليله من قبل قالت لي جي. والله الا حشومه عليك ومعوله عليك، ولكن مع كانت عزيزه عليك كنت كنقول لها نتلاقى معك نعطيك واحد البوسه كبيره وتعطيها لها قدامكم كاملين البنات. لا لا خطا والله انت ظريفه اقسم بالله. الله يكبر بك. عرفتي كتوقف معاك ماشي من دوك النوع المسمومات اللي فيهم دوك الحسد دوك البغض ما فيهاش، كتوقف معاك من قلبها. ما كانتش كتعرفني وجات نصحاتني وعطاتني نصائح زوينين. لا خطاك تجيب ولا لا خطاك، الله يكبر بيك والله. اخواتاتي سيروا عند كوثر البنات، البنات جيبوا لي 500 والله تندير لكم نهار. شحال باقي لك؟ 300 باقي لي 1200 200 وشي حاجه، 200 وشي حاجه دابا وصلت لي 1000. سيروا البنات عند شوكو، انا غنحط الروابط في صندوق الوصف. انا غنحط لكم كامل صيفطهم ليا كامل. كلهم مفيد، انا ان شاء الله نديرهم ونصيفط كلهم. قناه ما تقدرش تمشي نشرب الحوايج المقبض
ديال الشاورما. يلا كفر قولي اليوم كلمة أخيرة. هي النهاية ديال اليوم. طلعت واحد الجماعة على كما كما كتشوفوا دوزنا واحد العشية دازت واعرة بزاف وتفني واحد 100,000 هويلي الشهر بس صراحة دوزنا نهير واحد والواعر أنني بعت له بجلي البشر بنات هذي جوج دومون ثاو عليهم قالوا لي كيبانوا في يوتيوب ماشي زوين ودار في الواقع زوين لا تاجا كادو حتى تولدي الا قاد موضي ملي تولدي مشيتي به انا غنولد جيب عليا كادو هادي اسمع وعيقت عليه ما غاجيبها حتى واحد يلاه وانا غلطه وانا حرمنا عليهم جي انتي جيبها صحيب وحنا كاملين تولد دابا نكرو يا كاملين يا بلاش البنات هادو كلهم قنوات الله يعمر لهم الدار ونعم الاخلاق ونعم البنات ونعم البنات كما كتشوفوا شنو صح ما بغيتش ما بغيتش شحال عطيناك شحال عطيناك عطيني الاشهار دابا نقول لكم نقول لكم 100,000 ريال وحده عامر هانتوما ها هانت كنصغي هو هانت ما بغاش يتسد وعامر بفلوس اش غندير واحد هو اللي ياخذ شويه الفلوس مع راساته هانتوما البنات هنا غنقول لكم تهلاو عندنا في راسكم كنبغيكم بزاف وتحماق عليكم او تبارك الله على القنوات كاملين باي 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 عليكم نتمنىكم تجيو كلكم لقنواتهم ان شاء الله حتى لهنا بغيت نقول للبنات كاملين اللي كانوا حاضرين تشرفت بمعرفتكم وفرحت بزاف اللي تلاقيت بكم لانكم جد راقيات وجد ظريفات صراحه ما صورتش انا بزاف البنات لان كنت فرحانه انني مشيت زكيه وما شاء الله البنات صوروا ما بغيتش يكون نفس اللي عندي عند زكيه وعند البنات الاخرين نتمنى ان شاء الله التوفيق لهم كاملين الله يسر لهم الامور ونخلي لكم ان شاء الله روابط ديالهم زورهم لانه والله حتى ظريفات وراقيات والله يعمرها دار شكرا بزاف زكيه حيت جمعتينا وعرفتينا على بحال هاد الاخوات الله يكمل عليك بخير والعقبه للمليون المهم كنتمنى انكم تشجعوا المحتوى هذا والمحتوى اللي كيكون زوين وكلشي ولا بالفلوس واللي زابوني ولاو بالفلوس راه كاين وحده عندها 30,000 40,000 كتشريها السويع ولاو بالفلوس المشاهدات ولاو بالفلوس حنا كنديروا داكشي بذراعنا كنتقاتلوا وما كنشريش شي انا قناه اللي ما خسرت عليها انا بغيت نخرج منها الحمد لله داكشي علاش كنقول لكم نشجعوا المحتوى الهادف المحتوى اللي هو نقي غتستافدوا منه وهنا الفيديو غيلحق النهايه ديالو ما سخيتش بهم وما شفتش بك غنقول لك مره ثانيه عقبال المليون ان شاء الله يا رب.